صدق الله العظيم. قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. صدق الله العظيم. وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. صدق الله العظيم. الله خير أما تشركون. الله خير أما صدق الله العظيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء صدق الله العظيم. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله. صدق الله العظيم. فإله مع الله. فإله مع الله.
قوم يعدلون. صدق الله العظيم. والبحر
الصادقين قل لا يعلم من صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك
إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى صدق الله العظيم فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكالا فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقنا من السماء بناها فكذب وعصى أدبر يسعى فحشر فنادى صدق الله العظيم. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال فكذب وعصى ثم أدبر
عشر فنادي. صدق الله العظيم. فكذب وعصي ثم أدبر يسعي فحشر فنادي ثم أدبر يسعي فحشر فنادي فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة. فكذب وعصي ثم أدبر ويسعي فحشر فنادي فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. كذب وعصي ثم أدبر يسعي فحشر فنادي فحشر فنادي فقال أنا رب فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها؟ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أشد خلقا أم السماء وبنيها؟ رفع سمكها فسويها. رفع سمكها
سويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بها لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد ما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا مبادا يقول أهلكت مالا مبادا أيحسب أن لم يره أحد 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 ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم Let's go.
لسان وشفتين وهديناهم النجدين فلاقتحم العقاب وما تدريك ما العقب فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما وهديناهم النجدين فلقد حمى العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. بسم ربك الذي خلق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم
الذين قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق قرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر لفقيدنا اللهم اغفر لفقيدنا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله يا أرحم الراحمين اللهم لا نزكيه عليك ولكن نحسب أنه آمن وعمل صالحا فاجعل له جزاء الضعف بما عمل واجعله في الغرفات من الآمنين اللهم اجعل هذه الليلة خير ليالي اللهم ثبته عند السؤال اللهم اجعله يقول في قبره ربي الله وديني الإسلام والمبعوث فينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اكتبه عندك من الشهداء اللهم مد له في قبره مد بصره واجعله رفيق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة اللهم اسقه بيد المصطفى صلى الله عليه وسلم شرة ماء هنية لا يظمأ بعدها أبدا اللهم وفق ولاة أمور أمورنا لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين اللهم اجعل مصر واحة للأمان والسلامة والإسلام اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وكثر الأنين والحنين اللهم ارحمنا إذا يئس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب
يتخلى عنا القريب والغريب وارتفع منا النشيد والنحيد. اللهم ارحمنا إذا اشتدت السكرات وتوالت الحسرات وأطبقت الروعات وفاضت العبرات وتكشفت العورات. اللهم ارحمنا إذا ورينا في التراب وغلقت علينا القبور بالأبواب وانفض الأهل عنا والأحباب وأصبحنا في الوحدة والوحشة وأولى الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. صدق الله العظيم. طلع علينا فضيلة القارئ الدكتور محمد سالم القارئ بالإذاعة التلفزيون العربي والقارئ بالأزهر الشريف والمقيم بالقاهرة. أما كبرات السوق والضوء ومخزن الفرشة الكبرى حديث إدارة أولاد الحاج إبراهيم عبدو المقيمين بكم زبران وكل من جاءنا الأعزاء فكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.